الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن الR rate أو الريبرودكتيف ريت للفيروس اللي هو سرعة انتشار الفيروس أو كل واحد فينا هيعدي كام واحد حواليه، كتير منكم سألوني طب نتحكم في الR rate ده إزاي ونقلل منه إزاي؟ لأن هو فعلاً مش مؤشر ثابت، هو مؤشر متحرك. يعني في أوروبا مثلاً قبل ما يعملوا الحظر الكامل كان الR rate 3، كل واحد بيعدي 3. بعد شهرين من الحجر الكامل بقى الR rate أقل من واحد، يعني كل نفرين أو 3 مصابين بالفيروس ممكن يعدوا شخص واحد، وده طبعاً بيحدد جداً لو الدول هترجع لحياتها الطبيعية ولا هترجع تمارس حظر جزئي أو حظر شامل. اللي بيتحكم في الR rate هما حاجتين مهمين جداً. أولاً طبيعة الفيروس نفسه. يعني إيه طبيعة الفيروس نفسه؟ يعني مثلاً بيموت إزاي؟ هل بيموت بالمية والصابون، بالمطهرات، بأشعة الشمس؟ بيعدي لمدة قد إيه؟ يعني بيعدي قبل ما تظهر الإعراض بأسبوع، بيعدي بعد ما نخف بأسبوع، إيه مدة العدوى بتاعته؟ تالت حاجة بيعيش فين وامتى وازاي. يعني مثلا كده بنسمع لا ده بيعيش على الاسطح لمده كام يوم، بيعيش عالق في الهواء لمده كام ساعه. كل الحاجات دي طبعا بتفرق جدا في انتشار الفيروس، والحاجات دي ما نقدرش نتحكم فيها لان دي بتخص طبيعه الفيروس نفسه. كل العوامل دي بتاثر على انتشار الفيروس، وعشان كده كانوا العلماء بيدرسوا العوامل والخصائص بتاعة الفيروس ده، وسمعنا تضارب كتير جدا في الأول في المعلومات دي عشان بعد كده يقدروا يحددوا بقى العامل التاني اللي بيأثر على الR rate أو انتشار الفيروس، وهو سلوكياتنا إحنا. لأن ابتدوا إن هم يقولولنا طب لازم نتصرف إزاي كسلوكيات عشان نحد من انتشار الفيروس اللي طبيعته 1-2-3. يعني عرفنا إنه في 5 سلوكيات لازم نتبعها بعد تخفيف الحجر عشان نحد من انتشار الفيروس. أولاً التباعد الاجتماعي لمسافة 2 متر بيننا وبين الآخر. ثانياً ارتداء الكمامات باستمرار خارج المنزل. ثالثاً ان احنا دايماً نعقم وننظف ايدينا. رابعاً ان احنا نحاول نتجنب في الفترة الجاية الخروجات والتفاعلات مع الآخرين اللي ملهاش لازمة قوي في حياتنا. وخامساً لو حسينا بأي أعراض لازم نعزل نفسنا مباشرة لحد ما نعمل التحليل ونتأكد لو حاملين للفيروس ولا لا. ولحد ما نلاقي مصل أو علاج شافي للفيروس، سلوكياتنا هي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تحمينا في الفترة دي. وهتشوفوا ان الدول بعد ما فكت الحظر وخففت الحظر من عليها في العالم كله، الشعوب اللي هتلتزم وعندها الوعي الكافي انها تحافظ على صحتها هيفضل الR rate بتاعها تحت الواحد، وبالتالي هتفضل متحكمة في انتشار الفيروس. ولكن الشعوب اللي ما عندهاش هذا الوعي للأسف هنلاقي ان كل واحد بيعدي حواليه 3 و4 و5 والفيروس بيتفاقم وبيخرج عن السيطرة. عشان كده النهاردة المسؤولية بقت مسؤوليتنا احنا، ولازم احنا اللي نشتغل على سلوكياتنا عشان نحمي نفسنا ونحمي مجتمعنا.